ودع الممثل الكبير القدير صلاح تيزاني المعروف بأبو سليم صديقه ورفيق عمره عبد الله حمصي يلي اشتهر بشخصية أسعد بفرقة أبو سليم الطبل. وقال صلاح تيزاني بغصة وتأثر: الله يرحمك يا عبد الله حمصي، يا صديق ويا فنان ويا صهري، كنت بحياتك فنان عظيم وإنسان عظيم ووطني. أنت وصلت للإحباط بآخر فترة من حياتك لأنه هيدا الوطن وصل لهيدي المرحلة. سلم على الشباب يا عبد الله ورح نلحقك وما رح تضلك وحدك. بعد ما اشترت الشركة التركية القمر للإنتاج حقوق المسلسل العربي الشهير الهيبة لتقديمه للجمهور التركي بنسخة تركية، تداولت بعض الأخبار التركية عن أنه شركة الإنتاج رح تعرض النسخة التركية من المسلسل بال 2024 ورح يكون اسم العمل العاصفة، كما يشرف على تجهيز المشروع المخرج أحمد كاتكيز الذي وقع أهم الأعمال التركية مثل اللهيب والعائلة والعشق المشبوه، كما تولى نص السيناريو الكاتب حرير أوبيغولو، من أبرز أعماله السيدة ديلا والهارب وابني. احتفلت النجمة الذهبية نوال الزغبي بعيد ميلادها ب 29 حزيران، وقد تلقت الكثير من رسائل التهنئة. وبهذا الإطار نشرت نوال الزغبي مجموعة من المعايدات يلي خاصة فيها جمهور العريض، إضافة إلى تمنيات خاصة من المحيط الفني. أما أبرز المهنئين بعيدها فكانت ماكي بوغصن يلي أرسلت لها كلمات معبرة غردت فيها عبر تويتر وقالت: عقبال المية صديقتي الحلوة من جوا ومن برا، تبقى بصحتك ونجاحك وتميزك وتضلك حلوة الحلوات طول العمر، سنين كتير كبيرة يا رب، مثل ما عيدتها. ونحن بدورنا من إلا عقبال المية نوال الزغبي.